سألني رجل فقال استمليت في منى وأنا محرم بالحج وأنا نادم وتائب، لكني أسأل ما علي في ذلك، هل حجي صحيح أم هل أحج مرة أخرى أم ماذا علي؟ حيث لا جواب عندي رغبت أن أرفعه إلى برنامجكم جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومعنى فرض فيهن الحج يعني أحرم، أحرم بالحج. فالمحرم يتجنب الجماع ودواعيه، الرفث هو الجماع ودواعيه، فيتجنب هذه الأمور وإثارة الشهوة. فأنت في استعمالك للاستمناء باليد فعلت محرمين، محرم الأول الاستمناء باليد وحرام في الإحرام وفي غيره، محرم الثاني أنك فعلت هذا وأنت محرم، والمحرم مأمور أن يتجنب هذه الأشياء وأن يقبل على عبادته ويكمل مناسكه. فما فعلته معصية يجب عليك التوبة والاستغفار ولا تعود لمثله، ولكن إحرامك صحيح وحجك صحيح إن شاء الله مع التوبة والندم على ما حصل. نعم. ولا يلزم بذلك شيء؟ لا يلزم بذلك فدية، لأن هذا ليس بجماع ولا مباشرة. الحمد لله. نعم.